بداية الملفات استمرار لتغطيتنا لطريق الزلف الغاط بدورة وزارة النقل خرجت للإعلام ووعدت بإنهاء المعضلة خلال سنتين. خلال الأيام القليلة الماضية انتشر مقطع لحادثة انقلاب سيارة بذات الطريق، الأمر اللي جعل بعض الأهالي يمتعظون من المدة الطويلة المقررة لإنهاء الطريق مطالبين بسرعة التنفيذ، إضافة لخطة طوارئ تقي المارة من أي عقبات تواجههم. الساعة 12:25 يوم الجمعة، الآن حادث مباشر على طريق الغاط. الله يستر. تشوفون إلى متى يا طريق الغاط تأكل أرواح المسلمين؟ الله يستر، ما ندري من هو. للحديث بشكل أوسع عن هذا الطريق طبعا نذكر بأهم المعلومات اللي كانت في مداخلة سابقة خلال طرحنا لهذا المعلومة. طبعا هذه المعلومات حول هذا الطريق، طريق الزلفي الغاط، بكل تأكيد هذا الطريق اللي يعاني الكثير من الخطورة، إذ ما تحدثنا عن مشاكل كبيرة، أيضا تحدثنا عن مشروع كان موجود المفترض أنه يتم الانتهاء منه لكن كان هناك تعثر. كانت هناك مداخلة لوزارة النقل معنا على طاولة الراصد، وتم الحديث على أنه تم ترسية المشروع على مقاول جديد خلال 60 يوم سيتم بدء الأعمال فيه. أيضا تحدث المتحدث الرسمي لوزارة النقل عن أن المشروع سيكون جاهز خلال عامين، لكن المشكلة أنه الأهالي يقولون خلال هالعامين بكل تأكيد هناك خطورة عالية، يجب أن تكون هناك خطة الطوارئ. الحديث بشكل أوسع عن هذا الموضوع ينضم إلينا أحد الأهالي، أهالي الزلفي، الأستاذ عبد الله الطوالة. أستاذ عبد الله مساء الخير، نورتنا في الراصد. مساء النور، هلا وسهلا. هلا والله، الله يحييك. أبرز المطالب خصوصا إذا ما أخذت رأيك أيضا حول حديث وزارة النقل خلال الأيام الماضية عن الطريق. والله المطالب نبي السلامة بس أفت. يعني أي واحد يبي يمسك أي خط، يبي يسافر من أي مكان إلى أي مكان، يبي يوصل سالم أكيد، يبي يستخدم طرق مهيئة، يبغى يكون مراعى فيها جميع وسائل السلامة. اللي حاصل أن الطرق هذه تأخذ 8 سنوات 10 سنوات، وهي أصلا في مدتها كانت أقل في الإنجاز. لا هي أصلاً يعني خط ما يستاهل عقد واحد، عقود الدولة دائماً 1 سنة و2 سنين، فبعقد واحد تستطيع أنك تخلص 27 كيلو هذه بعقد واحد. الإشكالية طبعاً يعني عشان نكون صريحين ونكون واضحين في, في, في طرحنا أو في كلامنا، جميع المشاكل اللي موجودة الآن هي نتاج حقبة انتهت، أو حقبة إن شاء الله تبي تنتهي. الآن الوضع اختلف. عندك رؤية اسمه خط التحول 2020، عندك رؤية 2030 واضح قدامك الطريق. حتى الإدارة العليا قدامك إن شاء الله 70 سنة. يعني تقصد إنه الرؤية الآن جاءت لتحسن العديد من الأنظمة فيما يتعلق بإنجاز المشاريع. أيوة، بس وين الالتزام بالوقت؟ هنا ترى النقطة المهمة. إيه بس وين الإشكالية؟ وين الإشكالية؟ اللي جالسين بين الحقبتين هذولا كموظفين أو كمسؤولين يجب إنه يعترف بعقل الباطن، خلاص انتهى موضوع العمل سابقا الروتيني والرتيب، الروتيني أو عمل الشرهات. يعني طريق مثل هذا مفروض بسنة ونص يؤجر إلى 8 سنوات، ليش والله مسؤول شخص واحد؟ عمل إيش سيد عبد الله؟ العمل السابق ايه؟ كان بالشرهات، لما يكون مسؤول مبسوط يقضي هذا بسنة ونص، والله عنده أولويات يسحب من المشروع هذا ولا يسحب من المشروع هذا. يعني يؤجل 2 سنين، يؤجل 3 سنوات، يؤجل 8 سنوات. يعني الطرق اللي تربط الزلفي سواء ما كانت، عشان نكون بس شوي موضوعين أستاذ عبد الله، لأنه أكيد يحق للأهالي أنهم يطالبون بتحسين الطريق، بس شوي على أساس ننتقي بعض المفردات سوجي عشان نروح لأوجه القصور ونبحث عن الحل لأهالي الزلفي خصوصا في هذا الطريق. يعني زمان في مشكلة، سواء أتفق معك في جانب بعض القصور لدى المسؤولين، هذا شيء لا شك فيه بكل تأكيد، أيضا جوانب حتى بالنسبة للشركات، جوانب بالنسبة للأنظمة المتعلقة بسحب المشاريع، أيضا بمعاقبة الشركات أو التعويضات. يمكن هنا أوجه القصور عشان نبتعد عن بعض المفردات. تفضل ندخل فيها تحديدا على طول. تفضل. ما اقصد انا بالمفردات او اللي تزعجك المفردات، يعني انا يعني تقصد انه احيانا يكون تحرك في ترتيب الاولويات ايضا مشروعا اخر. ايوه لحظه، متحدث وزارة النقل قبل فتره في احد البرامج الاخباريه يقول الاولويه تجي من امير المنطقه. خط الزلفي الغاط اللي امر فيه وطالب فيه بالاسم أمير منطقة الرياض في وقتها الأمير سلمان، الملك سلمان. طيب هو طلبها قبل 10 سنوات من الآن وإلى الآن ما انتهى.
يعني احنا يتعلق بالاولويه هو الان يتحدثون وزاره النقل ان المشروع موجود، لكن خلينا نروح مباشره لاخر حديث اللي طبعا المتحدث بالنسبه لوزاره النقل حديثهم عن سنتين في 10 كيلو. يعني ترى المده مبالغ فيها فيما يتعلق بانجاز المشروع، نتكلم على 10 كيلو فقط متبقي المرحله الثالثه وما يتعلق ب سنتين من الاعمال. تفضل. انا السؤال هذا ما بي وش تبي؟ لأن السؤال هذا بيخلينا دافع عن الوزارة وأنا وأنا ما ودي أدافع عنه. لا لا أبدا، إحنا نبغى لا خلينا نوصف، إحنا نبغى نتحدث وبحثا عن الحل، يعني إنصافا سواء الوزارة أو المطالب المشروعة. ما في ما في عقود دولة أقل من سنة ونص تقريبا أو سنتين، عقود الدولة كذا سواء كمية المشروع 200,000 ريال أو 30 مليون ريال، أقصر مدة سنة ونص، مضبوط؟ حتى بإمكان ينجزه المقاول بست شهور أو بثمانية شهور إذا العوائق اللي موجودة تلافت. لكن العتب اللي على وزارة النقل لما أنت جيت تتنفذ مشروع 27 كيلو، المفروض الآلية واضحة أن يكون خلال مرحلة واحدة، خلال مرحلة واحدة. ما تكون مرحلة ثلاثة. يعني الطريق اللي يربط الزل في الغاط ثمان سنوات، الطريق اللي يربط الزل في القصيم له 10 سنوات الآن. هذه إشكالية فعلا، هذه بنسألها طبعا، بيكون معنا مداخلة بكل تأكيد من وزارة النقل، وبنسأل في هذا الجانب أو المفترض أن تكون معنا مداخلة. الشباب الآن يقومون بالاتصال بالأستاذ تركي الطعيمي اللي هو المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل فيما يتعلق في جانب آخر أيضا بالنسبة لخطة السلامة. يعني احنا قاعدين نتحدث عن حادث مؤسف ومؤلم خلال الأسابيع الماضية، أيضا بعد طرح القضية هناك حادث آخر يمكن استعرضناه، انقلاب الشاحنة، نتمنى بإذن الله أنه يكون من تعرض لهذه الحادثة بأفضل حال إن شاء الله يا رب، وما أجعلهم ما يشوفون الشر. مهندس، فيما يتعلق بخطة الطوارئ. والله شوف، خطة الطوارئ يجب أن تكون يعني وسائل سلامة. يعني أنا اليوم جاي مع الخط بعد الحادث، يعني عندك حادث وفي وفيات، 6 وفيات، اول اسبوع بعد الوفيات ما حد درى عن الخط ولا حد جاب خبر. لما فعل بالاعلام، اليوم مدير مرور المنطقه موجود، مدير مرور المملكه موجود، مدير مرور الرياض موجود، انا جاي مع الخط فيه تسع كاميرات ساهر. هذا ما نبغاه احنا يكون بخطه اطفاء الحرائق، مين يعاون غيرنا؟ طرق المملكه كلها تكون مجدوله، تكون يعني تكون اشياء يعني بديهيه. أشياء هو امر ايجابي انه يكون تفاعل مع وسائل الاعلام، لكن المطالب بالنسبه لك انه تكون استراتيجيه. احنا ما نبي احد ينتظر لين يموت منا احد يجي يعزينا ويجي. ايش ابرز التحركات اللي صارت في الطريق؟ والله اليوم فيها معدات خلال كم؟ نتحدث عن اليوم بس؟ اليوم تزفلت المعدات. اليوم كان في زياره اعتقد بالنسبه للمرور المرور، زار مدير مرور المملكه. في اخبار ايجابيه بكل تاكيد يشكروا المرور عليها، تفضل. اي نعم، وفيها قلت لك تسع كاميرات ساهر، لانه يجب ان تقيد السرعه في طريق يعني وسائل السلامه فيها منعدمه او يعني أيه؟ سيئه. يجب ان تخفف السرعه في يعني دور المرور كان يقتصر على دور ضبط السلوكيات بالنسبه للسائقين. نتكلم على وزاره النقل في ايجاد البنيه التحتيه السليمه حتى وضع خطط طوارئ فيما يتعلق بالسلامه، تعتقد انه ايضا دور المفروض يكون موجود خلال هاتين يعني السنتين؟ نتكلم على مده طويله ونتكلم على حوادث مستمره. نعم. ايضا اي نعم، خطه الطوارئ يعني ايجاد خط يعني التحويلات، بعد حتى التحويلات تبي تصير مشكله لانه الخط مرتفع عن الارض. الخط عندك مرتفع، هذه احدى مشاكل الطريق فعلا تكلمنا عنها، ارتفاعها الارض يعني هل وبعدين كلها اراضي مسكو يعني مملوكه اللي على جانب الطريق، حتى لو تحط لك خط بديل وانت تشتغل فيها ايضا اشكاليه. الاعتماد على خط واحد، لكن يعني يجب ان يراعى فيه جميع وسائل السلامه، يجب ان يكون مهيئ الطريق فيه. لكن مجملا احنا ما نتكلم عن يعني خط، هذا يبي ينحل ان شاء الله. المشاريع الثانيه او الخطوط الثانيه ان شاء الله تبي تتحسن، وباذن الله الخطه ان شاء الله حتكون يعني مجرد استيعاب الموظفين او استيعاب مسؤولين الدوله اللي بين الحقبتين اللي تكلمنا عنهم يستوعب انه خلاص انتهى. فعلا الارتجال انتهى بالتاكيد مهندس، يعني هذه نقطه مهمه، الارتجال انتهى.
طبعا الرؤية ترحب بمن طبعا سيذهب معها بهذه البلاد إلى المقدمة. لكن عودة للحديث عن وزارة النقل، صار زيارات للزلفي خلال الفترة الماضية للغاط للمحافظتين، للطرق أيضا استكشاف الوقوف التحدث مع الأهالي، كان هناك تواصل مباشر ما بين الأهالي وبين الوزارة؟ والله زار، يقال طبعا احنا ما شفنا أحد، يقال ان مدير طرق الرياض زار المشروع، لكن نعم. ما وضح، يعني لم يرى في المحافظه، لا قابل اهالي ولا قابل احد، زار الطريق فقط. ومثل ما قلنا الزيارات اللي مثل هذه احنا يعني لا نشكر فيها، لانها ما جت عمل، جايه بس لتفادي تصعيد اعلامي ولا تفادي، هذه ما غير مرحب. انت تعتقد انها كذا جت؟ طيب بعد الحادث باسبوع ما جاء احد، ثاني يوم ثالث يوم اسبوع ما جاء احد، لما برزت اعلاميا جوك العالم، لا اللي مو مجدول لا يجي، يقعد مكتبه يرتب اموره، يشوف وين بيكون، وين وش الخطه اللي عنده، وش المشاريع اللي عنده، يرتبها ويشتغل عمل مجدول. يعني احنا اللي قاعدين نحاول نتحدث بالتخصيص عن هذا الطريق، لكن مهندس، وهذا حس وطني، يعني اشكرك على انت قاعد تتحدث بشكل عام حول مشاريع الوزاره وايضا ما يجب ان تكون عليه من خلال التنفيذ او حتى من خلال الجدولة او من حتى من خلال وضع الانظمه اللي تضمن التطبيق بالشكل المثالي، اختصارا للوقت وايضا اختصارا للعمل حتى لا نرى مثل اختصارا للماده وبالتاكيد واختصارا للماده. يعني هذه ابرز طبعا المفترض انه الوزاره انه يكون هناك تحديث في هذا الجانب. شباب بس لو تتاكدون لي الاستاذ تركي الطعامي معنا او لا؟ طيب بنحاول عموما انه نتواصل معه عشان يحل مشكله هذا الطريق. يعني الطريق نرجع ونذكر بالمعاناه مهندس عبد الله، يعني سنوات من المطالبات، لكن نقول يعني الامر الايجابي وانت تتحدث انه تطرح سؤالنا ليش جاء بعد طبعا التصعيد الاعلامي، هو مش تصعيد اعلامي، يعني انا خليني اختلف معك مهندس، هو دور الاعلام، هذا هو دورنا. يعني في النهايه احنا اليوم كل الطرق سواء في الزلفي وفي كل محافظات مناطق المملكه اكيد انه هم كبير، خصوصا لما تقترن مسمى طريق الموت باحدى الطرق، ترى متكرر في موجود في اكثر من محافظه مدى الخطوره، وطرحناها هنا في الراصد، فهو دور تشاركي اكثر من انه والله دور مواجهه مع الجهات الحكوميه، ونشكر لهم احيانا تجاوبهم ان كان طبعا وتحركهم في حل مثل هذه المشكلات. اخيرا حول هذا الطريق فيما يتعلق بمخاوف الاهالي، رساله وجهها مباشره الى وزاره العمل المهندس. وزارة النقل. النقل عفوا، أنا وش جاب العمل؟ يلا النقل. لأنه عندنا العمل يا من ضمن الفقرات، تفضل. ما شاء الله. لا يعني وزارة النقل ودنا طبعا فيها روتين العقود. نعم. روتين العقود خلاص يعفونا منها. رسال العقد على مقاول أنهوا إجراءاته، خلوه يبدأ في 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 الخط هذا. في أشياء أيضا ترى مهمته بتعيق الخط. اللي هي مثلا توسعة الخط هذا يحتاج إلى مثلا إلغاء خدمات، لازم يكون في ورشة عمل، يعني ما تترك، يعني أنتم كأهالي خايفين من المشروع حتى الآن القرآن في التعليم؟ لا ما تترك للمفاجآت، المفروض أنهم يكونوا اللجنة، تعال إيش في كهرباء بالطريق، إيش في هاتف، إيش في مياه، إيش في سيول، إيش في الآن، كونوا لجنة من الآن واشتغلوا برا، يعني بالتوازي، لا تقعد كل تنتظر لين تطلع لك مشكله بعدين انتظر، وبعدين تمديد للعقد بدل سنتين يصير سنتين وشهرين، ليش والله طلع لنا ازاله خط كهرباء ولا ازاله ذي نعم. ولا الان صلحوا لنا ورشه عمل تدرس الموضوع ويشتغلون بالتوازي، ومحتاجين يجلسون معكم يعني يشيلون هالمخاوف، خصوصا لما تحدثنا عن طريق كان فيه الكثير من الضحايا، ويمكن اكيد انك تعرف انت احد من هؤلاء الضحايا وكيد انك تالمت. اعرفهم كلهم والله، يغفر لهم ويرحمهم، اللهم امين بكل تاكيد، يعني ان شاء الله اهلهم فيهم اكيد نحن نقدم ان شاء الله السلامه للجميع، اللهم امين، نقدم حر التعازي. وبكل تاكيد كما ذكرت انه من المهم يعني ما دام هذا التخوف موجود من الاهالي سواء بسبب تعطل المشروع خلال فتره ماضيه انه الوزاره تتواصل معهم تطلعهم على القادم فيه. ايضا كما نتحدث عن خطه الطوارئ وهو حق مشروع للاهالي فيما يتعلق بهذا الطريق خلال فتره التحسين حتى سنتين من الان. ورشه العمل هذه هي اكبر نعم. جدول خطه الطوارئ، ورشه العمل اللي تدرس الخط الان حتى وهو 10 كيلو وش العوائق اللي فيه؟ اليوم خلصها. جيد. يعني بالتوازي يشتغلوا، مو بيجي المقاول يشتغل بعدين يجي يرفع لك خطاب، والله انا حصلت المكان، خاطبوا الكهرباء، خاطبوا الهاتف، خاطبوا، لا الان صلحوا ورشه عمل
تزيل جميع العوائق اللي تبي تمر عليها الخط، معروفة هي وخلصوها بالتوازي، لا تنتظرون يعني. هذه هي أكبر خطة طوارئ ترى، وإحنا ما نشكك بأعمال الجهات الحكومية، لكن دائما وأبدا نواجههم بأوجه القصور، وأيضا نعمل لتحسينها من خلال دورنا كمنبر إعلامي من خلال هذه الشراكة. شكرا جزيلا لوجودك معنا. الله يحبك. دائما صوت الأهالي بكل تأكيد موجود في الراصد، وهي المساحة المناسبة، وكل تأكيد نسعد أنه نقوم بهذا الدور فيه. شكرا جزيلا لحضورك معنا، أحد أهالي الزلفي المهندس عبد الله الطوالة. شكرا مهندس. ألف شكر لكم، وعاسفين على القصور يا أبو. الله يحييك. الله يحفظك.